الكولكشن الجديدة The Modern Egyptian Goddesses. أنا عملت ميكسينج أصلاً لأني تأخرت في Spring Summer 18، فعملت ميكسينج Spring Summer و Autumn Winter الاثنين مع بعض. حاجة جديدة يعني، عملت الاثنين مع بعض لأنه إحنا عايشين بالمنطقة العربية، يعني الدراس السواري عندنا والأبريمي دي نفس الماتيريال، يعني جايز اختلاف الكولرز يعني، بس انه لايت ودارك. فعملت ميكسينج يعني، وكولكشن كبير الحمد لله اللي اتعرض بباريس فاشن ويك، اتعرض منه جزء بسيط جدا على هامش اسبوع الموضه في باريس، والنهارده بنصور الكولكشن كامل 35 بيسز يعني. الكولكشن كله مستوحى من The Modern Egyptian Goddesses، يعني what if لو كانت الـ Egyptian Goddesses عايشة في وسطنا دلوقتي كانت هتلبس ايه؟ كانت هتلبس حاجة practical جدا، حاجة عملية جدا، حاجة practical بس في نفس الوقت feminine، بس في نفس الوقت powerful جدا. وده دايما الـ two opposites اللي أنا بجمعهم في أي collection، أنه الست feminine جدا بس في نفس الوقت باين أن هي شخصية قوية جدا و confident جدا، وفي نفس الوقت مش بلينك بلينك، ويعني ما تخش مكان شخصيتها هي اللي طاغية على الدرس، مش الدرس هو اللي طاغية عليها. ده اكتر حاجه انا بحبها، انه اولا الدرس يكون خفيف ما فيهوش بطانات كتير، يعني بحب لانه انا جاي الست، ففاهمه كويس قوي ان اكتر حاجه بتضايقني قوي لما اروح البس هيلز تضايقني، البس درس يضايقني. بحب دايما البساطه، بحب البساطه في الـ في الـ في الدرس. بلس انه اكتر حاجه انا بحبها، انا زي ما انت شايفاني كده بلبس تيشيرت وجينز وشوز طول الوقت، فعايزه لما اجي البس درس ما احسش ان انا تحولت بقيت واحده ست تانية. فبحب جدا انه انا ابقى زي ما انا كاجوال، بس لابسه دراس حاضره بيه ايفنت، فببقى عاوزه دراس اللي هو فيه التاتش الكاجوال بس سواري. ودي اوقات كتيره جدا في ستات بيقعوا في المشكله دي، مش لاقي حاجه تناسبني انا كست براكتيكال جدا كل يوم. معظمنا دلوقتي حتى لو ام مش بتشتغل بتبقى براكتيكال قوي كل يوم، لابسه الجينز بتاعها والتي شيرت، في يوم وليله تيجي تدور على دريس تلاقي نفسها بقت اولد ليدي، ودي حاجه انا مش بحبها. بحب دايما ان اكون كاجوال بس دريس اللي بالليل، فده الميكس اللي انا دايما بحبه قوي. واحده ست واثقه جدا من نفسها، واحده ست قويه الشخصيه. ضعيفة الشخصية ما ينفعش تلبس من عندي اصلا، اللي هي مش عارفة هي عايزة ايه. انا الست اللي بتختار الدرس بتاعي بتبقى هي عارفة هي عايزة ايه كويس قوي، جايز ما يكونش كتير، جايز يكونوا ناس قد كده، بس هم عارفين هم عاوزين ايه. حد شخصية قوية، حد عارف هو عاوز ايه، حد عارف ان هو لما يخش مكان شخصيته هي اللي هتغطى على الدرس مش الدرس هو اللي يطغى عليه. اكيد يعني طبعا يعني كان ليا الشرف اصلا ان انا البس السيده الاولى لمصر يعني، ودي من اهم الانجازات بالنسبه لي السنه اللي فاتت. اكيد فنانين العرب كتار من الناس اللي اضافوا لي كتير، شيرين عبد الوهاب، دره زاروق،
منى زكي، اسامي كبيره الحمد لله يا رب. اكيد حلم حياتي مثلا من ضمن احلامي، يعني اولا انا بحب ان كل الستات تلبس دريس، انا طماعه شويه يعني احب اخش الايفنت الاقي في كذا ست، ده اكبر نجاح بالنسبه لي. بس من ضمن احلامي مثلا الملكه رانيا، يعني الناس اللي بحسهم اليجنت جدا 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 جدا، وبتمنى في يوم من الايام اكيد ان اتشرف بان هي تلبس من عندي. انها تكون هي يعني هي متابعة، هي لازم تكون هي نفسها، ما تكونش حد تاني، ما تسمعش كلمة حد. الست لما بتعمل شعرها بيكون احلى حاجة، لما بتحط الميك اب لنفسها، لان هي عارفة نفسها اكتر من اي حد تاني. يعني ما تتابعيش ايه الترند وايه الفاشن، لا تابعي انتي الستايل بتاعك ايه، انتي بتحبي ايه واعمليه، هتكوني ساعتها احسن حاجة، يعني يكون شكلك احلى حاجة في الدنيا. ليه؟ لانك هتكوني من جوه مرتاحة نفسيا، فده هيطلع بره، فكل الناس ساعتها هتشوفك حلو. يعني شوفي انت احساسك موديكي على ايه واعملي، اهم من اي حاجه في الدنيا.